مساء الخير. وصال عدي عايزك الموضوع. تعبانه كتير ومالي قدراني احكي باي شيء. اصلا بعرف شو بدك تحكي. وصال عدي بدي احكي معك شوي، موضوع مهم. انا بعرف ما انا كنت بالسجن. كنت انت ورائد عايشين ومو ناقص من شيء. وكانت شبه رائد؟ صار شيء بينك وبين رائد؟ لا. لكن وينه هلا؟ قاعد بجنينه؟ رائد ماله بالبيت. انا عارفان انه رح يجي يوم يشدوه لعنده. اصلا ما صدقوا امتى طلعت من السجن لحتى يبلش وز. اكيد هلا بيكون عند بابا. وصار من شان الله خليني احكي اللي عندي. تخانقت انت وياه وطلع من البيت؟ رايح صار له فتره ما عم يروح على المدرسه. وانت شو عرفك؟ رحت وسالت عنه قبل كم يوم. وليش ما قلت لي؟ ما حبيت خبرك، قلت لها بدي ازعجك. قلت لحالي بحل الموضوع لحالي. انت بدك تحلها؟ بعد هالغياب كله جاي تحلها؟ ليش مين كان يحل المشاكل بيني وبين رائد؟ انتي. برافو. لهيك لبقى تتدخل بيني وبين رائد. نحن تعلمنا نحل مشاكلنا لحالنا. والله العظيم بعرف. انا بدي اكون معكم، قريب منكم، ساعدكم. تساعدنا؟ انت بدك تساعد حالك. قصدي نساعد بعضنا. لإمتى بدي تم بعيد عنكم ها؟ لإمتى؟ ما حدا بعدك. انت اللي بعدت حالك. بالغش، تهريب الأدوية. بعرف. أنا لحد هلا عم بدفع ثمن غلطي. رأيت صاير له شيء؟ قال لي إنه ما أخذك لعنده مشان تشوفي. كيف يعني؟ قال ماله حابب تشوفيه هو بالوضع اللي عليه. وضع شو؟ وين رائد؟ شو صاير له؟ قلي شو صاير معه رائد، احكي. لك ليش انت بتضلك ساكت بالوقت اللي لازم تحكي فيه؟ رائد وينه؟ ابننا مدمن مخدرات يا وصال. ايه مدمن مخدرات. لا ما ظبطت سيارتك بالمرة انت يا العراوي. جايبك لنعمل لنا كاس ونروق، مو هيك؟ اه بلا هي السفنات ما بحبها. مو جاي على بالي معلم. والله انا ما عندي مجاعبات. شوف عضو، انت لساته عضمك كله ومعك معك تكتشف انه الحياة فاضية. يعني اذا انت متخانق مع ابوك عادي، لك انا ابي كلياته من عين اصله معك. ما بعرف ولا لي شايف بياك تروي دواك عندي شرف. يلا نيالك انك ما بتعرف صحتك. القهوة اللي عاملينها هدول الجماعة اليوم بدها تسكر. بدي اياكم تلقوا القبض على كل شيء موجود بهالقهوة. هدول الزهران اشتغلوا بالحبوب والمواد المخدرة والسرقات، والله اعلم شو عملوا كمان. هدول الناس الزهران راح تعتبرون اطراف خيط وراح يدلوكم على اشخاص كتير.
ومنهم أشخاص من وزن تقيل. سيدي بالنسبة للشباب اللي بيترددوا على بيت قصي، هدول إمتى رح نلقي القبض عليهم؟ هلأ أهم شيء قهوة قصي. الأوامر بتقول إنه نهاجم القهوة فوراً، أما بالنسبة للبيت فاتركوا لي يالا بعد العملية بساعات. سيدي إذا حدا خبر إنه داهمنا قهوة قصي أكيد الزهران يلي بالبيت هيهربوا. نحن أخذين هالنقطة بعين الاعتبار، لذلك في دورية من أول الليل عم تراقب كل شي فايت على البيت وكل شي طالع. بعدين الشابين مانن أخطر من الناس اللي عم يجوا لعند قصي. سيدي أنا أعطيت الأوامر بإخلاء المنطقة بعد ساعة، بما أنه البيت قريب على النهر فأكيد المحاصرة رح تتم بكل سهولة. كتير منيح. هالعملية كتير مهمة لنا، لأنه سمعت شعبتنا راح تكون على المحك. المهم عندي أن تنهوا العملية بدون إطلاق نار إلا في حالة الضرورة القصوى بس. الله معكم. والله يوفقك، ما عاد شفت شي كم شفت. طيب صحتك معلم. صحة على قلبك. هيك اه تعجبني يا حبيبي. ايه ابو العراوي؟ ايه قاتل فيك بزمتك بشرف. وانت هيك قد ايه صار معك وصاري؟ ما بعرف بس يعني اكيد اكتر منك. بعرف يا زلمة زنجين انت. بس يعني هيك في شغلة انت عملتها حركة يعني بتجنن كتير، حبيتها لدرجة اني انا ما فهمتها. يعني انك انت اخذت المصاري على دفعتيني، يعني شو كان قصدك؟ شلون يعني ليش يعني؟ يعني بدك يكون عندك شوية تكتيك. ايوه يعني بدك تفكر وتشغل مخك. ايوه عشان ما يطيروا مرة واحدة عملناهم على دفعتين. يعني معلش خدني على قد عقلي، يعني انت عملت هي الحركة مشان يكونوا المصاري كاملين. تمام المصاري كاملين. اعطيني اعطيني جماعة أمانة، انت ما عديتهم؟ لا انا ما عديتهم، بس قلت لحالي مستحيل تروح عليك هي الا ما انت تكون عدهم بالليرة. كاملين كاملين 15 مليون مو ناقصين ولا فرن. قولوا شو مرة يا زلمة شو عامل؟ سامحيني أنا كتير قصرت بحقك، وإذا يعني كان لي نصيب برجع شوفك أكيد رح نلتقي بإذن الله. خاطري خاطري
ماشي يلا خلاص. انت مسافر وعروة ترك البيت وراح. فقت الصبح لقيت بابا ضابة بغراضه ورايح. يعني هيك ببساطة انا صرت لحالي. عادي بكرة بيرجع. ما بقى في شي يرجع. عروة هالمرة كتير متغير. انت ما شفت قديش معه مصاري. يعني ببساطة ما عاد فارق معه شي. حتى ابوه جرحه وكسر بخاطره. أنا بدي أساعد بشي. حدا بيقدر يساعد. موضوع كبر كتير بينه. عروة ما بقى فارق معه شي. حاله بس. راما هاي المشاكل بتصير بكل العيال. صدقيني رح يتصالح ويرجع. إن شاء الله. تعرف أنا كتير متضايقة من اللي صار مبارح. يعني لو ما أصرارك علي اليوم ما كنت أجيت. يعني أنا أصريت نلتقى إنه عشان أعرف شو قررتي. شو قررت بشو؟ الموضوع اللي حكيناه إنه نرتبط ونسافر أو إنك تلحقيني. رشيد أنا قلت لك قبل هيك ورح أرجع أقول لك. أنا هون ما بترك. لمين بترك أهلي؟ يا بتتحمل مثل ما كلياتنا عم نتحمل وساكتين. يا اعمل اللي بدك إياه. وبالحالتين الله ييسر لك. يعطيك العافية. أهلين. هون بيت أبو عروة؟ أي هون تفضل. الوالد موجود؟ لا والله. خير في شي؟ نحن معنا أمر بتفتيش البيت، لو سمحتي خذي طريق. تفضل. ما في غير أمي هون. خير لشوفكم تفتشوا البيت. طيب. وين غرفة عروة؟ هي هي. فوت فتشها لشوف. أخي عروة طاير له شي؟ إذا بتريدي خلي الوالد يراجعنا لأنه عروة موجود عنا بالقسم. سيدي ليه تهدوه؟ طيب يعطيك العافية. يا الله هلا وقت يخلص المحلات؟ تعي حبيبي قعدي هون شوي انا نازله احكي مع راما من عند الجيران. ايه يلا بقى هلا وقتك انت كمان. رهف شوفي خوفتيني شبكي؟ مشان الله اعطيني موبايلك بسرعه بدي احكي مع راما. موبايلي جوا فوتي بس شوفي تعالي.
حبيبتي بس فهميني شو في. اجوا الشرطة فتشوا البيت، بدهم بابا يراجعن. قال اروى عندهم. شو عامل عروة؟ شو قالوا لي؟ ما عم بعلق الخط. شو عامل عروة رهف؟ الو؟ ايه رهف، شو حبيبتي؟ راما وينك؟ شوفي شبك، ليش متوترة احكي؟ اجوا الشرطة فتشوا البيت، بدهم بابا، قال عروة عندهم. طيب اسمعي، هلا اهم شيء انت لا تخافي، ديري بالك على امك وانا جاية. ايه؟ ايه حبيبتي، خلص اتصلي بابوكي وانا جاية. يلا باي. شوفي حبيبتي، طولي بالك، ان شاء الله تكون القصة عرضية وان شاء الله هلا بحلوها وما تلاقي غير اجا. بس روقي ماما. شو ماما؟ شو وين عم عرفوا؟ ماما شو رهف، وين عم عروة؟ وليه؟ تركت الباب مفتوح. أنا نازلة دول من حالة مشان الله خليكي هون لما فاتشة. زيني زيني ولي على المصيبة، ولي على هالنهار. هلا بنوصل على البيت وبنعرف كل شيء. بابا كمان ما عم يرد. بابا شو في؟ مشان الله مشان الله شو في؟ عروة بالسجن وماما ضاعت. يا لطيف، اجوا الشرطة فتشوا البيت وقال عروة عندهم، بدهم اياك تروح تزورهم. نزلت عند سعاد مشان ادق لك، ما رديت علي. دقيت لراما ولما طلعت على البيت ما لقيت ماما. مشان الله شو؟ موبايلك معك بيه؟ لا. تعال بدي اقرا مش شو بدنا نسوي. يا ابني تعال شو كذي.
شو عم تحكي انت؟ كيف طلعت؟ يا الله. طيب بابا مشان الله دور عليها وحاول تلاقيها. ايه يلا مشان فورا. بابا عم تقول وين ما بيعرفوا وين. اهدي اهدي. غلطه صغيره بتبايت الاولاد تخليهم ينحرفوا مثل ما صار معك. مظبوط عم تحكي يا سيادة العقيد. ايه والله مظبوط. طبعا شو صار؟ هالولد ما كان في شيء. فجأة هيك طب غم انقلب فوقي تحتاني. اصلا بحياتي ما توقعت انه ابني يسرق ويخطف ويقتل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على العموم الحكي ما عاد له لزوم. ابنك متورط مع جماعة زهران. وحميد ربك انه مو غرقان معهم ولا ملوتي ايديه بالدم. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. سيادة العقيد، فينا نعمل شيء لعرض نساعده فيه؟ ما بخفي عليك يا بابا، وضعه صعب كثير. العصابة المتورط معها لهم سوابق كثيرة ونحن من زمان عم نتابعهم وعم نراقبهم. لذلك أنا بشوف إنه تشوفوا لكم شيء محامي شاطر يقدر يقنع القاضي بانه ما صار له زمان معه. بهيك حاله ممكن نحكم عليه بين 7 إلى 15 سنة. اما اذا ما اقتنع القاضي فساعتها ما حدا بيعرف شو ممكن تكون عقوبته. لا حول ولا قوة الا بالله. سامحني يا ربي، سامحني. ما عرفت تربي لك. عارف. الله يكون بعونك يا ابو عروه. وكمان مساله الست ام عروه مو سهله ابدا. مشان هيك انا رح خلي الشباب يعمموا اوصافها لتقدروا تلاقوها وترجع لكم بسلامه. ما في لي داعي ننتظر 24 ساعه لحتى نبتدي ناخذ الاجراءات لانه لها وضع خاص. كتر خيرك سيد العقيد، كتر خيرك. انتوا عم تقوموا بواجبكم. بس يعني الله يوفقك. يعني رجاء من أب شو فيه تساعده صحته. السلام عليكم. الله معك. إن شاء الله لا تأخذني. الله معك. دخيلك مدري شو صار لهالبناية. وصار كانت رح تفقد ابنها من امبارح بين الحياة والموت. هاي اليوم امك. لك يعني انا ما عم بفهم كيف هيك الكل مع بعض؟ امك وعروة ووصال؟ كل الحق علي انا. ما كان لازم اتركها لحالها وانزل. لا حبيبتي رهف، ما تحكي هيك ولا تفكري بهي الطريقة. الحق مو عليكي. ان شاء الله هلا بيلاقوها وبترجع بخير وسلام. طمنونا مشان الله. رشد احكي. ما صار شيء. ما لقينا. شو يعني ما لقيتوها؟ لك وين بدها تكون راحت؟ انا بعتقد انه في حدا شافها على الطريق واخذها لعنده. او يمكن اخذوها على شي مركز رعايه. رح ندور بكل مكان. رح ترجع. طمنوا. بس القصة بالدوات. الله يسمع منك يا دكتور. يعني يا جماعة خلونا نتفائل شوي. دكتور شو صار من شان عروة؟ عروة قصته طويلة. متورط مع زهران بكتير قصص. بس بما انه أول مرة يمكن يكون الحكم أخف. كيف هيك؟ معقول عروة يعمل هالشي؟ رامي عروة متورط مع هالعصابة بعملية خطف. هو ورفقاته خطفوا شخص اسمه عارف، قال كان يشتغل معه من قبل. أنا آسف يعني هذا الحكي بعرف مو وقته. بس كنت تعرفه هلا ولا بعدين؟ أنا الحق علي. لو عرفت ربي ما كان عمل هيك.
هي اللي تربيتي له. ضاع الولد، ضاع. بس بيعمري يقول له ما كنت بتخيل يطلع من كل طريق. لك الرجال اللي أمنوا وشغلوا عنده يخونوا ويخطفوا، هاي اللي ما بيحسن بيته بنهدفه راسك. ارتحت هلأ بابا؟ هي صار مثل ما بدك. ماما راحت سكتت، ما عاد رح تسمع صوتها وما عاد رح تسرع لك راسك. وعروة يلي كنت تتخانق معه على صغيرة وكبيرة كمان راح، ما عاد في حدا تتخانق معه وتفش قهرك فيه. صفينا أنا وياك وراما وشنا بوش بعض. لك رهف، حاجة تقليلي رهف وبطيخة، ما رح أسكت. صبايا اهدوا شوي، شبكوا. كلياتنا كنا نحبك ونحترمك، كنا نتمنى نسمع منك كلمة حلوة. بابا أنت واحد قاسي، كل شي صار معنا اليوم بسببك أنت. أنت بعمرك ما كنت أبحنون، بعمرك ما حسستنا بلهفتك علينا. أصلاً أنت ما بتحب غير حالك، وحتى المرأة اللي حبيتها وتجوزتها وصارت أم ولادك، أول ما مرضت تركتها. خرجي وليه؟ أنت بلقل، كنا نزعل من علوة لما كان يغلط معك، بس أنت بتستاهل. خرجي قليلة أدب. Mm-hmm.
هذا خلاص رامي شو شو انت خلاص بالدار علين استاذ علوة علين والله حق شوفت عينك ما فينا نقوم بالواجب بس اللي صار برا بنحله برا يبقى اطلع لبرا بعدين حله اقعد رامي امرك استاذ الله خادم بيصير خير على صاحبنا اللي اخذناه سيران ما عرفت قديش دفع اجار الاقامة فانا خايف يكون في شيء نصبي معانا بالاستقبال يعني عددنا كتران كل ما قل عددنا زادت حصة الواحد فينا بقدر اخذ سامر ليومين ثلاثة بشغلة كتير مهمة وضرورية سامر؟ ايه سامر وليش سامر بالذات؟ لانه صعب لاقي بالوقت هذا واحد وفي مثلي كلهم كم ساعة وبصير لعشر ملايين بجيبتنا عشر شو؟ دفع روح نحن متفقين مع الجماعة على 15 قلت لك ما بتنزل ولا فرن انت عم تظلم يعني الزلمة بعنا الضاع وقبلك انا مخزنها ولهلا ما شفنا منه ولا دقه عروه انت بتعرفني منيح وبتعرف انه اللعب معي نزل لا يا معلم ليش مين بيسترجي يلعب معك نخطف واحد بنجيبه لخوه وبنطلب فيه فدية وبكم يوم بصير معنا هيك الحسبة شو بنضل طول عمرنا على هيك ضربات صغيرة شو قصدك؟ قصدي انه هلا البلد كلها تفايت بالحيط يعني صارت حارة كل مين ايده ولسه شو المكان الاخرط المسكم اللي جايبيننا عليها؟ انتو يا خايفين من قصة فايز وعبير يا اما جايبيننا على طابوسة اكبر منا شو هيك ليش؟ عم دور على فايز طلع عنده اخت صغيرة شو يعني شو يعني؟ يعني من اختفى برجليه بيجي لعنا احنا بحياتنا ما اختفنا حدا هي اسمها ولدة نتحرى شو بدك تعملي يعني ها شو بدك تعملي بدك تخبري عني كان ناقصني مشاكل اولاد ونسوان هنا يا صاحبي نحن طول عمرنا عايشين سوا وما حدا مفضل عك تاني ابدا بتحب تكمل طريقك معي تعرف وين بتلاقيني هذا انت معلش نحكي كلمتين بدون ما تعصب بتحبيني ما بعرف انت بدك ترجعيني لورا لمكان ما رح اعرف حالي فيه عبير 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 شو ما صفي بنت غيرها؟ لا يا سيدي ما صفي بنت غيرها بنت شوارع فايز فايز يا غرورو غرورو فوت لجوا شو بدك تصير لك؟ لك ما بتطلع بالحارة تقولوا لي وين شو بدكم من ابني؟ انت بتعطيني معلومات عن فايز ولك علي ما اجيب سيرتك قدام حدا لو شو ما صار يصير شو قصي؟ شايف سكينتك بس ليش عليها دم؟ زودت وقت بحياة الماما عم تحكي عن جد؟ وصلوا لازم نعمله بنزين ما عم جيبهم بيت امي طب رجع مصاري لباس طبعا لا وصاي صاحي انا ما بغدر اصحابي شو مشان فاهمك اللي بضل بالذاكره طلع بعيوني قول انك تذكرتني طلع بعيوني فايز شاب قبضاي وشغيني وهم من هيك تحت جناحنا لا حبيت معطوط ضارب حاله بحجر كبير